بدأنا في مختبر الفحص المركزي التابع لمجلس أبو ظبي للجودة والمطابقة بتقديم خدمة فحص متبقيات الهرمونات في الغذاء والدواء والمكملات الغذائية، وذلك لتلبية احتياجات الشركاء من الجهات الرقابية والقطاع الخاص. طبعا طورنا هذه الخدمة بالاعتماد على الخبرات الكبيرة المتوفرة عندنا في المختبر، وباستخدام أفضل أساليب الفحص والاعتماد على أحدث الأجهزة المخبرية والأكثر تطورا في المجال. تهدف هذه الخدمة كمعظم الخدمات المقدمة من مختبر الفحص المركزي إلى تحسين جودة الحياة في إمارة أبوظبي من خلال توفير الخدمات اللي تعزز صحة وسلامة المستهلك. وتساهم الخدمة هذه في دعم مبادرات شركاء المجلس من الجهات التنظيمية والرقابية في التحقق من سلامة الغذاء والدواء المتداولين في أسواق إمارة أبوظبي، طبعا لتعزيز سلامة وجودة الحياة في الإمارة. لوجود هذه الهرمونات بكميات عالية أكثر عن المسموح بها في المواد الغذائية والأدوية آثار صحية سلبية كثيرة على الإنسان، حيث أنها تتسبب بأمراض كثيرة مثل السكر، السمنة، الإرهاق المزمن وفقدان الشهية، بالإضافة إلى تقلب المزاج والاكتئاب. وهناك دراسات علمية تربط وجود الهرمونات في جسم الإنسان ببعض حالات الإصابة بأمراض سرطانية. المرحلة الأولى من هذه الخدمة تتضمن فحص متبقيات 7 أنواع من الهرمونات، وهي الهرمونات الأكثر شيوعاً واستخداماً في المواد الغذائية مثل اللحوم والدجاج والبيض والحليب والعسل. وطبعاً سيتم توسيع نطاق الخدمة بحسب احتياجات الشركاء في المستقبل.